هنتكلم ازاي اشكل الماس عن طريق مثلا ايه، عن طريق النقاط، عن طريق الخطوط، وعن طريق الايه المستويات. تمام، عن طريق اللاين. لو انا جبت لاين بس خط واحد وقلت له هات لي في ليفل واحد كده ارسم لي خط من اول هنا لهنا، صعب اللي انا عملته، ومسكت الخط ده وسحبته لفوق. يعني ايه سحبته لفوق؟ قلت له اطلع لفوق. فجيت هنا قلت له كرييت ايه سوليد فورم، فالخط عمل لك سطح، صح ولا لا؟ عمل لك سطح بالشكل ده، ماشي. يبقى انا اقدر عن طريق الخط الواحد اعمل ايه، سيرفس، اعمل سطح، والسطح ده ابدا اشتغل عليه. يعني افترض مثلا انت عندك حيطه ايه مايله، عندك حيطه جايه مايله كده، هتعملها ازاي؟ هتعمل خط واحد وتروح رافعه، بعد كده ماسك الخط ده، وزي كمان شويه هنعرف ان انا ممكن اعمل ايه، ابدا اعدل في الحاجات دي كده، ماشي. مثلا فانت عرفت ان الخط بيعمل ايه، بيعمل سيرفس او بيعمل خناقه او بيعمل سطح، ماشي. طب تعالى امسك خطين اقول له اعمل ايه، خطين بس، تعالى هات لي ده الفرونت والباك اللي هو ده، اعمل خط كده مثلا، وخط ايه تاني كده. توقع الخطين هيعملوا ايه؟ توقع كده. تمام، يبقى الشكل الخط والخط ده هيعملوا ايه؟ هيعملوا ريفولف. وانا محفظكم، انتوا عارفين لوحديكم، هو ما شاء الله شاطرين. اقدر اقول له كرييت ايه سوليد فورم، هيروح قايل لي هل انت عاوزه ريفولف كده، ها؟ والفرق بين ده وده ان هو في واحد فيهم مفرغ، يعني واحد سوليد مقفول. اقول انت عاوز تربط ما بين مستويين كده، صح ولا لا؟ بس انا كان قصدي تفكر في موضوع الريفولف، يعني انا عارف اكيد هيعمل خطين ماشي وسطح، بس برضو بعد كده عشان يديك امكانيات اكتر برضو ما تجيش تاني. طب ماشي، اقدر اقول له ايه بقى؟ انا خلاص عرفنا الخطين، وعرفنا مثلا لو انا هرسم ايه عن طريق الخط الواحد. طب تعالى كده نشوف موضوع المستويات ده. انا ممكن اروح قايل له ارسم لي عند ليفل رقم واحد زي ما احنا عملنا من شويه، ها، وده هيبقى اول ايه، اول مستوى، صعب. اروح رافع هنا ايه، رافع اتنين كمان كده ليفلين جداد. طبعا انا ممكن ادوس على ده كليك يمين، او بلاش، ممكن اقول له كرييت واقول له هات لي ليفل جديد وبك، فاهمين قصدي ولا لا؟ اقول له كرييت كده، اقول له هات لي ليفل جديد عشان ابوريها لك بس، واجيب البك من هنا. عارف لما البك من هنا بيعمل ايه؟ بيخش على الاوامر بتاعه الايه، بتاعه الماس من هنا، شايفين الفرق؟ ها، دي بتاعه الموديفاي بتاعتنا اللي احنا متعودين عليها، تيجي على اليمين. اقول له هنا بك على بعد 3000 مثلا، اقدر ابك ايه، فوق او تحت، ماشي. ده ازاي اعمل ليفلات، او اشد زي ما انا بعمل، وانا بصراحه بشتغل كده يعني، شد كده وروحت ايه، هتلاقي البعد بتاعك ظهر، ماشي. اعمل ايه بقى؟ هقول له ست، واروح مختار ايه، او تعالى عارف هات ليفل واحد، واقول له ست من هنا كده، واختار ايه، ليفل اتنين، صعب اللي انا عملته ده. وتعالى ارسم مثلا واحد تاني جاي كده، وتعالى اقول له من هنا هرسم فين، في ليفل تلاتة، وارسم واحد تالت جاي ازاي كده. فرسمت الايه، مستويات، صح. تعالى امسك المستوى الواحد اللي كان بيديني ايه، اكستروجن، صح، وامسك المستوى ده، وامسك المستوى ده، اقول له كرييت سوليد فورم، يروح عامل لك شكل ايه زي ده. لو انا عملت المستوى ده على طول وما عملتش المستوى اللي في النص، كان هيديني الكيرف ده، ما كانش. كل ما تكتر مستويات بقى ايه اللي هيحصل؟ الكيرف هيبقى احسن، صح. فهمنا فكره ان هو ازاي بيرسم اورجانيك، طبعا لسه هنفهم اكتر برضو، بس دي البدايه، يعني اللي هو ان انت عندك مستويات كتيره قوي هي اللي بتكون لك الشكل، فانت مش متخيل المستويات مش هتعرف تعمل الشكل. هنشوفها برضو، ماشي. كل اللي انا اعمله مثلا ممكن امسك ده واروح ايه، شده شويه برضو. الاوامر دي انا مش عاوزين نخش فيها دلوقتي، هنخش فيها كمان شويه. انا عاوزك تفهم ازاي ارسم ماس عن طريق الخطوط او النقاط او الايه، او الاسطح زي كده. صعب الموضوع ده؟ سهل. طيب في بقى حاجه تانية، ودي اكبر ميزه موجوده عندنا في الماس، حاجه كويسه قوي، السبلاين والنقاط من غير والنقاط، واخليها ايه، سبلاين يمشي فيها. يعني ايه؟ ممكن اقول له من هنا هات لي السبلاين كده، ماشي. واقول له هرسم على ليفل واحد مثلا، اروح راسم حاجه ايه بالشكل ده، صعب. بعد كده ممكن امسك الكلام ده كله واقول له ايه، كرييت سوليد فور، ماشي، هيطلع معايا شكل زي ده. ميزه السبلاين كله وانا ماشي بعمل ايه، عمال احط له نقاط، صح، صح ولا لا؟ النقاط دي اختفت، مش عارف اجيب النقاط واعدل فيها، شايفين دي؟ طيب اختفت ليه؟ لان اللي انا رسمته ده كان عباره عن ايه، تعالى كده امسكه، ده كان عباره عن ايه، كان موديل لاين، صح. طب تعالى كده اقول له ان انا اللي رسمته ده عباره عن ريفرنس لاين، صعب. شغلت هنا الزرار بتاع الريفرنس، عارف راح عمل لي ايه، حول لي الخط ده من ده اكني رسمته من الاول بيه،
وتعالى بقى ده اللي ارفعه. ايه اللي حصل في ده؟ النقاط لسه موجودة، اقدر اغير ايه؟ اقدر اغير في الشكل بعد ما طلعت بيه. يبقى ده الفرق اللي احنا عاوزينه من الريفرنس. الريفرنس الفرق ما بينه وبين التاني ان هو ايه؟ النقاط دي بتفضل موجودة فيه. واضحة كده؟ واضحة خالص هيعتقد الفرق ما بين الاثنين. طيب هل انت لازم ترسم السبلاين بالطريقة دي؟ لا، هقول لك في طريقة تانية برضو كويسة جدا. ممكن اجيب النقطة بس واقول له ليفل واحد واروح رامي ايه؟ نقاط زي كده، صعب؟ وتعال امسك النقاط دي كلها، وطبعا هشيل ايه؟ شيفت بس عشان افك ايه؟ اطلع من دول يعني، واقول له حاجة هنا اسمها سبلاين ثرو بوينت. يعني ايه؟ عدي لي خط في النقاط دي. فراح اعمل لك ايه؟ خط في النقاط دي، صح؟ مش ممكن برضو ابدا افكر ان ده بيطلع لي اشكال، ها؟ ان انا ابدا ارص شويه نقاط كده وابدا اعدل فيها، مش عاجباني النقطه دي اعمل فيها ايه؟ امسكها اغير في مكانها، اسحبها مثلا كده، اعمل فيها مش عارف ايه، صح؟ نفس الفكره، تمسك الخط وتقول له مثلا كرييت سوليد فورم وتطلع بيه، ماشي؟ طبعا عشان الخط ده نفس الفكره مكان ايه؟ كان موديل لاين فما ظبطش، ممكن اقول له هنا خليه لي ريفرنس لاين عشان ايه؟ يظبط ويسيب لي النقاط زي ما هي لما اطلع، ماشي؟ صعب اللي انا عملته؟ سهل جدا، ما فيهوش اي حاجه. تمام، يبقى احنا عرفنا ازاي اعمل عن طريق الخط في الاول خالص، صح؟ بعد كده عن طريق الخطين مع بعض، عن طريق المستوى لوحده بيعمل لك اكستروجن، كذا مستوى بيعمل لك ايه؟ بلند، ها؟ او عن طريق السبلاين اللي هو الخط العادي، او عن طريق النقاط معاها ايه؟ سبلاين، اللي هو اقول له سبلاين ثرو بوينت، يعني عدي لي في كل نقطه ايه؟ خط سبلاين. صعب ده كده؟ تمام.